انا اللي عارفه انه صار لي 7 سنين بهالمجال، كلميني عن هالتجربه شنو. وبعدين انا يعني قبل لا تدشين قلتي لي ان انت اساسا تدرسين هالفن بجامعه، كلميني شلون كانت هالتجربه؟ منو يدعمك من البيت؟ وين كان في نقد يعني اي احد من اهلك او من اصدقائك برا؟ اي رسمه احد انتقدك علي فيها يعني مثلا؟ لا شفتي، النقد بالفن السريالي مش موجود، لان الفن السريالي ما له معايير معينه. كيف بدك تنتقدي شيء ما له معايير؟ انا ما اقصد النقد كرسم، لا انا اقصد النقد انه اقول لك انه كمهنه، إن يعني إن كمهنه الصراحة. هذا شيء يعني انه انت يعني لهالدرجه انسانه فاضيه في ناس ما تقدر هالفنون، في ناس ما تقدر يعني، في ناس ما تفهم بهالامور. الفن من قبل التاريخ وهو بيحترم، نو واي يتقال على الرسام انه انسان فاضي عشان هيك عم يرسم. لا ممكن تشوفي انه في يعني انت صادفك انه كله دعم من اهلك وربعك اكيد طبعا. انا اوريدي عندي بي بيرسم فن تشكيلي، بس فن تشكيلي صريح يعني لاندسكيب، يعني هالشيء توارث بالضبط. وهو اللي شجعني، بس حتى لما اخذت الخط السريالي هو كثير استغرب انه كيف هالبنت اخذت هالمدرسه من الفن التشكيلي. انه اسهل شيء الفنانين التشكيليين دائما بيتجهوا للمناظر الطبيعيه، للاشياء اللي الناس بتفهمها بسرعه او متلقي بيشوفها دغري بيحس فيها. انما انا اخذت المدرسه الاصعب شوي. هل تشوفين يعني الجمهور متقبل هالشغله بالفن التشكيلي؟ شوف، هو كل شيء له جمهوره. الفن السريالي بالذات له ناسه. لا ادري كجمهور يعني، كجمهور لك يعني كل شيء له جمهوره اكيد، بس هل يعني ككثره بالجمهور؟ بالذات باوروبا، وهيدا الشيء اللي بيحزنني انا شخصيا يعني. انه عن جد بالعالم العربي شوي فقير الفن السريالي، عشان هيك اللي بيرسموه 8-9 بالعالم بس مش اكثر يعني. حلو. تميزتي بلوحات مثلا من يعني بالفن السريالي؟ انت ما شاء الله عليك صار لك 7 سنين وانت بلشتي من يعني من بداياتك من وانت صغيره. بالضبط. فاكيد لك لوحات مثلا اكيد مبهره، سويتي شيء يعني خلى الناس ان تقول الله ان بيري سوت شيء رهيب، واسمك بعد مميز بيري يعني نادر. ثانك يو. الي لوحات كثير تميزت بروما ومعرض روما، كثير حبوها هونيك واستغربوا انه في فنان عربي عم يرسم هالنوع من الفن. في لوحات معينه ما بعرف اذا عندكم بالريبورتاج اللي عاملينه او لا، ما بعرف. اكيد في تقرير، نسال الكنترول، في تقرير نقدر نشوفه؟ انزين علشان نطلع التقرير نشوف، لان كلنا فينا فضول نبي نشوف اعمالك الحلوه. فمشاهدينا خلينا نطلع هذا التقرير عن بيري ونرجع لكم. رجعنا لكم شباب بعد هالتقرير الحلو. طبعا يعني انا لاحظت انه في بالصور قبل شوي سالتك انه في وايد منها في الدموع، قلت لي هذا اختيارهم، بس مبين لانه وايد يعني مدخله هالرسمات بالدموع والدم. لا مش دم، هي دموع، بس انه اللون الاحمر بيعطي احساس بالحزن. هم مش حزن، لا ثوره. ترى على فكره انت في انت يعني
في اكثر من صوره لك انت رسمتهم يشابهونك وايد، يعني انت رسمه نفسك اتوقع. لا انا مش رسمه نفسي، انا رسمه حالتي النفسيه. انت رسمه حالتك النفسيه بس انت بيطبع بيطبع حالتي النفسيه الفنان بيطبع كانه هو الفنان زيته. وفي صور ثانيه حق يمكن ما ابي هذا يا رفيجاتك شيء مقرب منك بنات تعرفينهم لانه يعني رسومات يعني شيء بنات يعني انه شكلهم يعني طبيعيين مو متصنع الصوره. هيدا هو الفن السريالي، كل واحد بيشوفه من وجهه نظره، هيك وجهه نظرك هي وجهه نظرك مختلفه، هيدا هو الفن السريالي. انت رسمه احد تعرفينه بال لا رسمه الحاله النفسيه العامه بس شاركت بمعارض من قبل؟ كثير طبعا. مثل معرض؟ ما شاركت بمعرض، لا كان في معرض باسمي، كان في معرض باسمي بروما، كان في معرض بدبي، بعد ما شاركت بالكويت بولا معرض هيك الحمد لله. بلبنان كمان سويتي دورات بالكويت؟ دورات لشو؟ عن الفن يعني السريالي، يعني مثلا اذا احد بخاطره يتعلم في الفن يبي يعني المبادئ شلون يعبر شلون يتصرف. انا اعلم الفن السريالي؟ لا بص هي كاريزما ان انت تكون تيتشر هي صعبه، مش عندي، ما بقدر اعلم حدا. زيت الفن السريالي هو عن طريق احساسك، كيف بدك تعلم الاحساس؟ عرفت كيف؟ انزل. هو الفنان التشكيلي هو اللي بيختار المدرسه السرياليه، وقت اللي اختار المدرسة السريالية ما فيها تعليم هيك. زين شلون اقيم الصورة اذا ما في قوانين او قواعد كتبعها؟ يعني شلون مثلا بقيم صورنا صورة جيدة او صورة عادية؟ ما عشان هيك الفن السريالي ما بيتقيم. شيء صعب اشوف اذا واحد بيقيم. ما بيتقيم، ما له معايير. الفن التشكيلي عموما له معايير، بيكون بالالوان، بالاشكال الهندسية، بكذا معايير هندسية. بس الفن السريالي لا. يعني رح تلاقي مودلز انا رسميتهم، رح تلاقي جسمهم مش كثير مرتب، يعني مش نفس جسم الموديل الطبيعية. في شيء حتلاقيه كانه مرسومه، في ناس صنفتها انه كرتون شوي، في ناس صنفتها كاريكاتيري شوي. لا هي ما لها معايير. انزين لوحاتك تبيعينهم يعني عارضتهم بمكان مثلا لما يصير مثلا معرض مرات يكون في مثلا مهرجان فن تشكيلي او شيء كذي، تعرضين لوحاتك للبيع؟ بعرض لوحاتي ايه، بس مشكله للبيع بتكون. ليش ما تعرضين كلهم للبيع؟ شو السبب؟ في لوحات تكون للبيع، هي ما بتكون قريبه مني شوي، بيكون رسومات عاديه للحياه بس العاديه. تعرضينهم بس مو للبيع بس ولا تخلينهم بالبيت عندك ما تعرضينهم؟ في شغلات بخليهم بالبيت وفي شغلات بعرضهم. اي نوع من سوري كملي. لا في هيك يعني عرفتي بس شنو اي نوع من انواع بس انا سؤال لان هي قالت انه في لوحات انه قريبه منها، يعني اي نوع من انواع اللوحات شنو يكون فيها، يعني شنو التعبير اللي يكون فيها اللي يكون قريب منك حلو اللي بتاثر على حالتي النفسيه كثير؟ هي ما بتنباع، هاي صعب فرد فيها. زين بيري انت شكلك ما شاء الله عليك، حالتك النفسيه وايد تعبانه. شكلك موديل يعني ما تشغل بال يعني 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 نتشي ضعيفه وطويله وهذا، فانا اول ما دشيتي على بالي ان انت يعني موديل مو رسامه ولا انت لك بال لا انا درست تصميم ازياء وموديلنج بس ما حبيت اشتغل بهذا المجال، طبقته باللوحات. لو تلاحظ اللوحات قاعد اشوف انه نص النفاليف وهذا مودلز وفي شوي خاص بالفن السريالي، يعني هيك من هون لهون يعني شبكتي كل شيء بالضبط. وهيدا المدرسه اللي انا اخترتها لنفسي. زي بقى الرسمات هذا اللي ما شاء الله تونا شفناهم، يعني كم تستغرق؟ كم يوم على ما ترسمين هالرسمه؟ الفن السريالي ما في شيء اسمه كم تستغرق، هي بنفس المود بدها تخلص، لانه اذا ما خلصت اللوحه بنفس المود بنفس الوقت تخرب ما راح تطلع الصوره اللي انت تبينها. رسمت صوره يا بالي اضافه حقها ثاني يوم او ثالث يوم، في اضافه اني بدخلها داخل الصوره ما اقدر؟ تقدر، في لوحات هيك فعلا، بس المتلقي لما بيشوفها بيحس ان نص اللوحه شيء والنص اللي انت رسمته بمود ثاني شيء ثاني. مركبه يعني شوي مركبه. بالضبط. شنو اللوحات اللي عليها طلب وايد لما يشترون منك؟ شنو الستايل اللي يحبونه؟ يعني انا لما شفت لو بفكر اخذ لي مثلا لوحه احطها بالصاله ولا بغرفه النوم راح اخذ صور البنات اللي يكون جنب، ما راح يكون اللي كامل اللي ما اعطتش ظهرها اللي عن البوني تيل مالها. هيدا على حسب حالتك النفسيه. شنو فسرتي حالتي النفسية بهالشيء؟ لا ما انت اخترتي اللوحات اللي بتمسك انت شخصيا، انت بتحبي البوز هيدا فعشان هيك رح تختاري اللوحات هي. صح. فما في طلب على نوع معين من اللوحات لان الناس كرياتها بتختلف بحالتها النفسية، عرفتي كيف؟ فما في طلب على نوع معين، يعني كلها عندك كل الناس بتحبها. انزين انت دارسة سألتك قبل شوي قالت لك ان لوحاتك للبيع، انت قلتي لها لا مو كلهم. مش كلهم. ليش؟ قالت لان في لوحات تكون قريبه منها. في لوحات تكون قريبه منها. زين بالله مثلا احد جاء عندك وقالت ان انا اللوحه هذه ابيها وانا بدي اياها وانا مرتبطه فيها ومو شرط صار مزاد مو شرط انه بيع، مثلا احد من اهلك، بنت خالتك، خالتك، اختك. ما بقدر كلش ما بقدر. اللوحات هي مثل الطفل انت بتكونه على ايدك. حتى لو ان اعطيتك اياها بمبلغ مادي كبير. في لوحه سافرت فيها روما وسافرت فيها على لبنان ورجعت شاركت بدبي ولهلا هي عندي.
ودخلت مزادات عالمية وما بقدر فرد فيها، وهي كانت من بداياتي يعني، وهي لوحة كتير مميزة. أنت دارسة علم النفس؟ لا أنا مش دارسة. تعرفيني بعلم النفس؟ مش كتير والله، مش كتير. لأن أنا وايد دشيتي بالحالة النفسية، ويعني لما ترسمين على الحالة النفسية وعلى المود اللي أنت فيه، ويعني لما أحد يطلب منك الرسمة تعرفين إنه عشان حالته النفسية، فهذا كله يرجع حق ترى علم النفس. قالت لك الفن السريالي شو؟ هيدا الفن السريالي هو فن فوق واقعي، كل واحد بيشوفه من وجهة نظره، أنا بشوفه من منطلق طريق وأنت بتشوفيه من طريق، والرسام بيشوفه من شكل ثالث والمتلقي بيشوفه من شكل رابع. هي خذيتي دورات قبل لا ترسمين؟ مش ولا دورات، لا أنا أخذت منحة بكلية فنون جميلة أوريدي إنه أنا أدرس عندهم بعد ما خلصت إدارة أعمال، لأن أنا كنت جايبة لائق فنون لائق عمارة، وهيدا الشيء ما بيتركب على بعضه كمان عندنا مثلا، إنه الفنون غير العمارة غير، هيدا معايير هندسية بحتة وهيدا بيعتمد على الفري هاند، فصعب. فلما جبت لائق هيدا ولائق هيدا هم أعطوني منحة إن أنا أدرس عندهم، درست بالفن التشكيلي، بس لما تخصصت المدرسة السريالية كان هيدا مني أنا. الحمد لله. بس أنا عندي سؤال، يعني هم الفن السريالي شوي يكشف حالتك، يعني لو أنا مثلا أروح بيتك أشوف الرسمات هذه أقول حالتك يعني خلينا نقول فيها حزن كبير، يعني ما تلاقي إنها تفضل حالتك، يعني تبين شنو حالتك اللي قاعد يرسم، يعني هم مشكلة. أنا قلت لك على الجو العام مش شرط يكون حالة بس الفنان، بس رسماتك فيها يعني ما في رسمة تبين على السعادة حيل، يعني يمكن قليل لا رسمة رسمتين، هذا اللي أنا لاحظته، يعني كلها حزن يعني. ممكن يكون حدا مثلا قريب مني وصل لي حالته النفسية بلشت أنا أرسم، مش شرط أكون أنا، عشان هيك في بعض اللوحات رح تلاقيها على هيئة رجال مش مرة. يعني أنت حالة يعني الحالة النفسية مالت اللي فيها حزن يكون فيها ريال، مش شرط واللي فيها لا 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 عليها شكلها يعني مثلا، يعني لأن صورها أنا يعني لاحظت نص صورها اللي طلعوا كلهم بنات موديل، يعني بنت طالع بنت تسوي شعر بنت، يمكن كنت مركز على البنات. هي المدرسة اللي أنا اخترتها لنفسي، عشان هيك الفن السريالي فن مميز. مثل سلفادور ديلي طبعا فنان، هو فنان كتير مشهور، سلفادور ديلي اختار سريالية الطبيعة، يعني بلش يشوف الطبيعة امتى بتحزن، امتى الطبيعة بتكون بأحسن حالاتها، وبلش يرسم سريالياتها انه حالتها النفسية. انا استخدمت المرأة بالسريالية وخدت هالمدرسة وبعدني ماشية فيها. انا بحس ان المرأة بتبين الحالة بسرعة، مشاعر يعني، اذا حزينة اذا فرحانة ببين بسرعة اكثر من الرجل. الرجل اذا حزين مش كتير لازم تدقق كتير بنفسيته. طب شو شنو حالته تحسين اذا بغيتي ترسمينها؟ مصدومة اي والله مصدومة. احنا وايد يعني وايد نسمع عن فنانين مشاهير ليوناردو دافنشي وما ادري منو بلا 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 بلا، ان يعني وايد يندمجون بالرسم لدرجه انه ممكن تحوشهم حاله نفسيه او ممكن يسوون شغلات يعني غير طبيعيه، اللي يقص اذونه او اللي يسوي اي شيء يعني شيء فوق الطبيعي. بالضبط. هل انت تايدين هالشيء، وهل انت تتوقعين ان كل رسام يندمج وايد برسماته وبمشاعره وباحاسيسه اللي يسويها على الورقه او على اي شيء، ممكن هذا ياثر معه؟ وتايدين هالشيء؟ شنو سووا الشيء فوق الطبيعي مثلا؟ في فنانين كثير ماتوا منتحرين، قص اذونه، اللي انتحر يعني، واللي قص اذونه واللي ما ادري شنو، يعني انت في حاله من الاحوال ممكن تقصين اذونه. انا قاعد اسال هل هذا شيء طبيعي عند كل الفنانين اللي يندمج، يعني يصير وايد اندماج بالرسم والاحاسيس؟ شيء طبيعي ان الفنان يندمج، ايه هذا شيء كثير طبيعي وكثير مطلوب. مو طبيعي انه يقص اذونه، حلو، بس هل هو شيء طبيعي انه ممكن يوصل لهالمرحله؟ ايه المبدع بيوصل لهالمرحله. هذا مثل شو؟ مريض؟ لا هيدا مش مريض. امبلا لما الواحد يروح يقص اذونه ولا يعني ينتحر. انتحر. كيف الممثل؟ كيف لما يندمج كثير بس بالدور؟ بس هذا يكون بس مرض نفسي. يحط عفوا شرق دقيقة، الممثل يحط قطرة يعني يحط يمكن كاتشب أي شيء. في بعضهم يعيشون الدور يعني. يعيشوا الدور لدرجة بس يبين الفيلم. لا مو هالدرجة. في بعضهم يعيشون الدور لدرجة إنه بعد ما يخلصون مسلسلات معينة يتعالجون نفسياً. المعروفين الرسامين. أنا لاحظت حطت إنه يقص. هيدي حالة. أنت مع ولا ضد؟ ما في شيء اسمه مع وضد. لا هل يعني مثلاً في شيء الله لا يقولها طبيعي. بعد فترة إحنا درينا إن حطوا شيء بالصحف ولا بمجلة إن الفنانة التشكيلية بيري قصت مثلاً خشمها. لا ما في هيك، لأنه الفنانين هلأ غير الفنانين زمان. هلأ في أدوات، هلأ فيك تستخدم أدوات، في دكاترة نفسيين فيك تتابع معهم، في أنت في مثلاً والله هذا ما راح يعني أتوقع الأيام هذيل اللي هم الفنانين اللي قالت عنهم هم في دكاترة نفسيين وفي لا إكسكيوز مي، هو الفنانين قدامي كتير يعني معقوله بالعالم على حاله مكان فيه هيدول الفنانين بالذات موهبهم ما طلعت الا بعد ما ماتوا. الله اكبر.
ناس دشت على بيتهم لانه كانوا مسكرين على حالهم ما بيتلقوا اي نصيحه من اي حدا. انما هلا صار العالم كله مفتوح.